أعزائي مشاهدين أهل مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في محافظة الفيوم وبث جديد وموضوع جديد بوسط مدينة الفيوم. طبعا نحن الآن في منطقة تسمى كفر القرعة بوسط مدينة الفيوم. المنطقة دي طبعا جنبها بحر زي ما انتم تشاهدون، بحر وبجواره مدرسة. تم استكمال سور البحر لغاية المدرسة وترك عدم استكمال السور. والمنطقة دي منطقة شعبية لا يوجد بها صناديق زبالة كما تشاهدون، وعدم اكتمال السور بيجي الأطفال بيلقوا الزبالة في البحر فبيتزحلقوا وبيغرقوا في البحر. طبعا في بعض الاهالي اللي بتشوفهم تنزل تنقذهم، وفي اللي هو عمره بيبقى منتهي. ومعنا دلوقتي احد اهالي المنطقه هيكلمنا ويعرفنا بنفسه ويقول لنا ايه موضوع البحر والاطفال اللي بتغرق، وايه اسباب انهم بيقعوا يغرقوا، وايه شكل الزباله والكمامه الموجوده في البحر كما تشاهدون. وادي السور اللي هو ما اكتملش، تم اكتماله لغاية منطقة معينة وترك المنطقة المملوءة بالأطفال والمنطقة الشعبية كما تشاهدون الأطفال. أهلا بحضرتك، ممكن تعرفنا بنفسك؟ أهلا يا فندم، هاشم سيد علي من أهل منطقة كفر قرعة بالنويري. دي مدرسة التقوى، ودي سور بقاله أكتر من 10 سنين بنفس الطريقة، كل سنة بياخد أكتر من 3-4 تنفار، أطفال صغيرة وناس كبيرة. فأصبح دلوقتي السور مهدود، حتى الحتة المعمولة واقعة في الأرض، شايف اهي؟ اهي مخلية، كلها مخلية اهي. وفيران وفي فيران، يعني الفيران ممكن يساعد على انفصال الطاعون. ده كلها أمراض وكلها زبالة، ومنطقة لا في اهتمام حتى فيها خالص، ومحدش بيهتم، ولا حتى مجلس المدينة بياجي، ومش شايفين أي حاجة غير الفيران والجربيع. أهو الفار، أهو شايف الفيران؟ أهي فيران دايرة هيت. المشكلة الفيران ولا إلقاء الزبالة من الأطفال وبيقعوا في البحر؟ لا، الأطفال أكتريتها كل شهر بياخد واحد واتنين، يعني شهر موجود. ده البحر ده من بحر تنالة، ده يعتبر